أهل الوازعية أدرى بشعبها، ففي جبالها يكونون هم بكامل جاهزيتهم المعنوية فقط، والتي تجعلهم يتقدمون للاشتباك مع الميليشيا، أو بالأصح للدفاع عن هذه الأرض التي ينتمون إليها. وإن كانت التعزيزات المادية من خلال الدعم بالأسلحة غير كاملة وكافية، وهو السبب الأكبر ربما بسقوط بعض أجزاء من المديريات الواقعة في أقصى محافظة تعز قبل أسابيع بقبضة الميليشيا، وكانت نتيجة أيضا لتتابع سقوط مناطقها واحدة تلو الأخرى، رغم محاولة مقاوميها استعادة مناطقهم والدفاع بقوة عما تبقى منها. ففي أحيان كثيرة يبدأون هم بالهجوم، كما حدث حين دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة من أبناء الصبيحة والوازعية وميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة المجر والظهورة وعدد من المواقع، ما أدى لقطع تعزيزات كانت في طريقها للميليشيا، فيما استهدفت قوات الجيش والمقاومة دورية للميليشيا في وادي المعقم غرب الوازعية، كما نفذت طائرات التحالف غارتين جويتين في المديرية لدعم المقاومة، لتشن الميليشيا قصفا مدفعيا على مناطق عدة وصلت إلى منطقة المنصورة في مديرية المضاربة بلا حج. تعد الوازعية والمضاربة مناطق حدودية بين محافظتي تعز ولحج، وبتخطيها سيكون الطريق ممهدا للميليشيا للعودة مرة أخرى نحو محافظات الجنوب المحررة. ليبقى السؤال هنا، هل ستترك هذه المناطق الهامة بدون دعم كاف لوقت طويل ليتمكن خلالها الحوثيون من العودة للجنوب؟ أم أن الحكومة الشرعية والتحالف لديهم خطط أخرى مغايرة ربما عما تبدو عليها الوقائع حاليا على الأرض؟